ميشيل حايج بيتوقع إشارات شؤم ولعنة على رئيس. الشر بيتربص وبيشوه معلم ديني مهم، وخبر حزين لفقدان وجه معروف. أهلا بحضراتكم معانا في قناة الأبيض تي في وحلقة جديدة من حلقات التوقعات. والنهاردة معانا توقعات مهمة وخطيرة من أهم توقعات ميشيل حايج لعام 2021 للدول الأجنبية. بس قبل ما نبدأ الحلقة ياريت تعمل لايك للفيديو وتوصله لأكبر عدد ممكن من اللايكات عشان يوصل لكل المتابعين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتكتب لنا كومنت وتقول لنا رأيك في التوقعات. هنبدأ معاكم بأول توقعات ميشيل حايج لكندا. بيتوقع أن رئيس الوزراء الكندي بمشهد استثنائي قريب من مشهد انتقامي، أمر طارئ بمسار ومصير إحدى الطائرات. الجمال اللبناني العربي بمحطة ملفتة بكندا، ضجيج إعلامي واسع مرتبط بإعلام لبناني بيشتغل على خطين لبنان كندا وكندا لبنان. تيار إسلامي متطرف بيتغلغل وبيخطط وبينتظر الفرصة. أما توقعاته لأستراليا فبيتوقع أن اسم جونيا أسونغ بيدج من جديد في الشارع الأسترالي وويكليكس إلى الضوء من جديد. راح تشرق أستراليا الوهج العالمي بالرياضة. الشرطة الأسترالية بمواجهة مخطط إرهابي كبير. الصناعة الضوئية الأسترالية هتدهش العالم. مؤسسات دينية ورجال دين لبنانيين هيكونوا بالضوء بين لبنان وأستراليا. انتشار خبر محزن عن وجه معروف جدا بصفوف الجالية اللبنانية في أستراليا. أما توقعات ميشيل حايج لسويسرا فبيتوقع أن سويسرا بانتظارها هزتين، واحدة في عالم المال والبورصة والبنوك والتانية في عالم الاستقرار والأمان. عدد من الحوادث هيكون غريب على الشارع السويسري. أما توقعاته لإيطاليا فبيتوقع زيارة بابوية بتحمل علامات استفهام وبتفتح عدد من الملفات من خلال هذه الزيارة. باب السلام بقلب المغامرة وبمكان ما بيتعكر سلامه. موجة استنكار وغضب على حدث مرتبط بساحة القديس بطرس وبولا الفاتيكان. مخطط إرهابي بأيدي الاستخبارات واهتزاز معالم معروفة عالمياً. أما توقعاته لإسبانيا فبيتوقع أن اسم الفنان العالمي خوليو بيملى الزمان والمكان وأهداف غير رياضية على الملاعب الأسبانية. منعطف مفصلي دقيق بمسار ومصير زين الدين زيدان. نكسب السياحة ذات صلة بعالم البحر وبانتظار إحدى السفن السياحية قصة كبيرة. إصابة بخاصرة برشلونة الفريق والمدينة. الشر بيتربص وبيشوه كنيسة ساجرادا فاميا. أما توقعاته لألمانيا فبيتوقع أن بترجع ألمانيا بتتصدر كرة القدم الأوروبية وتحركات شبابية ذات نزعة نازية داخل ألمانيا وخارجها. أنجيلا ماركل بدون علمها أنها بدائرة الخطر بتعرض نفسها لأكبر المخاطر. استهداف أماكن عامة وذعر بالشارع الألماني. أما توقعاته لبريطانيا فبيتوقع أن المغني إلتون جون بيهوي. تين داونينج ستريت بيفقد سلامه لبعض الوقت. مستجدات بتدعي جمهور مستر بيم للتأهب. الإرهاب بيلقن الإنجليز ببلدهم وخارج بلدهم بعض الدروس. حتى قصر باكنغهام بيخترق وبينطلق العد العكسي بمستقبل اسكتلندا. بروزنامة العيلة المالكة في 2021 أكتر من ورقة سوداء ويوم بعد يوم بتتساقط واحدة ورا التانية. حالة الطوارئ بعالم الطيران البريطاني مش هيقدر جونسون يأمن لنفسه حزام الأمان من سلسلة أزمات. بعد كده هنروح لتوقعات ميشيل حايج لفرنسا. بيتوقع إن كمان مرة بيدج اسم الطبيب الفرنسي راؤول ديديه لكن بخبر بيلفوا الغموض. الشرطة الفرنسية راح تكون هي المحور ليها ومنها وعليها من قضية لقضية وحتكون كتير مستهدفة. بيمسك الرئيس ماكرون دفتر المحاسبة وكل خطوة من خطواته هيكون ليها تمن. بعض السواد بأفق فريق سان جيرمان. رئيسة بلدية باريس تحت المراقبة وبعين الملاحقة. الأحداث المقبلة على فرنسا مخوفاني. أحداث هتختصر كل المشهد. إرهاب، انتقام، نار وحجز حريات. اعتداء سافر على شخصية غير فرنسية على أرض فرنسا. خسائر فادحة بمتحف اللوفر. أما توقعات ميشيل حايج لروسيا فبيتوقع أن المعارض الروسي هيسجل كذا نقطة والنقاط دي هترسم حوالي دايرة جديدة من الخطر. بيترفع الغبار عن ملف الجاسوس الأمريكي سنودون اللاجئ لروسيا.
انكشاف حلقة من مسلسل إرهاب الضخمة على الأراضي الروسية. سلاح الغدر موجه إلى بوتين، الهدف الجوي هويته روسية. بعد كده هنروح لتوقعات ميشيل هايك لتركيا، بتوقع ان تركيا مش ثابته، تركيا هتهتز. توالي احداث وغليان بيخضوا اسطنبول وبطال صداها لاهل الحكم. هدف بيتسجل لصالح زعيم المعارضه التركيه، والهدف بيقربه اكتر من الخط الاحمر. موجه مضاده بوجه شهره الشيف بوراك، قرب الوقت عشان يخلص احد مسارات اردوغان. بعد كده هنروح لأهم توقعات ميشيل هايك لأمريكا لعام 2021. بيتوقع ميشيل هايك أن الخضة الكبرى هتكون في واشنطن، وأحداثها ظاهرة للعلن وأسبابها عديدة ومتشابكة في بعضها. صيد ثمين في حديقة البيت الأبيض، وحجم الانتظارات بيجعل أوبرا وينفري في حالة من التأهب. بيخسر شارع فيفث أفينيو في مانهاتن في نيويورك علامته المميزة والفارقة لبعض الوقت. توم كروز بين الشهرة والصدمة، وقصة غريبة في نيويورك تحديدا بكنيسة سانت باتريك وحرمها. أرى إشارات مبهمة لشيء يشبه الشؤم واللعنة والنحس على الرئيس جو بايدن ونائبته. أحداث غير مسبوقة في أمريكا بيولعها طابور خامس بيحاولوا يحملوها للرئيس ترامب. شرارات بتعكر أجواء الولايات المتحدة الأمريكية، مصدرها عالم كرة السلة. مفاجآت تقترن للوهلة الأولى باسم آيلين ماسك. بيتعرض بايدن لكسر آخر وإصابات وكسور أخرى في عام 2021. الجو مخروب، مش بطائرة أو صاروخ أو أي شيء، لكن الرادار هيلتقط إشارات من أطباق فضائية والوجهة مجهولة. من بين كل المدن الأمريكية، بروكلين وضواحيها بالضوء. بينصاب السلاح الجوي الأمريكي بهستيريا، وسنراها بوضوح. إعصار سياسي يجتاح أمريكا، وعلى طريقه بيخسر وبيربح في نفس ذات الوقت. كمان مرة بيسلم ترامب وما بيسلم في نفس ذات الوقت. مراسيم وقوانين ترامب الأخيرة مثل قوانين العفو بتولد عاصفة داخل دائرة الحكم. مجلة تايمز اللي اختارت بايدن كشخصية العام في 2020 هتختار ترامب كشخصية العام 2021. أمر بيشوه بهجة فوز نائبة الرئيس بايدن بطريقها. وبوركين بيرافق عملية فتح ملفات اللي صارت في 11 سبتمبر من جديد وبيولع الدنيا. بعد كده هنروح لتوقعات ميشيل هايك للكيان الإسرائيلي المحتل. بيتوقع انه لقاء إسرائيلي رياضي عربي، وبيشدد على كلمة رياضي، هيشهد مفاجآت قاسية. آن الأوان لبداية المقايضة الإسرائيلية الفلسطينية وتدمير وانهيار معلم أساسي في إسرائيل. تحول كبير في مصير ومسار وزير الدفاع الإسرائيلي، وتندم إسرائيل على إمضائها اتفاقيات تطبيع مع بعض الدول العربية. زيارة لنتنياهو ستكون سلبية أمام نظر العالم. رئيس أحد الأحزاب في خطر كبير. وبكده متابعينا الكرام نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أهم وأخطر توقعات ميشيل هايك للدول الأجنبية ولدول العالم. بشكركم على حسن متابعتكم، ما تنسوش تعملوا بقى اللايك والاشتراك في القناة. هنستنى تعليقاتكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.